انتي لسه صاحية؟ وانتي ايه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ حسيت بيكي. بحاول اعيد صيغة اللي قاله الدكتور رشدي. هو قال ايه؟ هتقريه بقى يا عبلة لما يتنشر، انا مرهقة جدا. انا بحاول اسابق الزمن، حاسة ان احسان هيحطيني في حتة موقف حرج. النهاردة خطبني، بكرة هيعلن الخطوبة، بعده هيطلب الجواز. طب وهتعملي ايه معاه؟ اديني عمالة اروغ لحد ما اوصل لهدفي. اسمعي، لو هو الو. اهلا، ازيك يا انكل؟ لا انا صاحيه بعمل بحث طلبه مني الدكتور في الجامعه. نعم، لا دي نامت. ميرسي، وميرسي قوي على كل الحاجات اللي بعتها لي. حاضر، هبلغها. باي. انتي عارفة انا عندي حتة فكرة هتضيع عليه الوقت. اسمعي، ملكيش دعوة بأي حاجة، ابعدي انتي عن الموضوع ده خالص. وقد أتاح تعديل المادة 76 من الدستور الفرصة الكاملة لأبناء الوطن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مباشرة. هايل يا ريس. ألو؟ أيوة يا خيرية، اطلبي لي الأستاذ جلال رئيس القسم السياسي بسرعة. إيه؟ لسه ما جاش؟ طب اطلبيه في البيت أو على المحمول بتاعه. بقولك إيه يا خيرية؟ مين اللي سافر مع الريس شبين الكم من عندنا من القسم؟ كده؟ طيب متشكر، مع السلامة. ادخل. صباح الخير يا منعم بيه. شفت يا هند؟ الرئيس أمر بتعديل المادة 76 من الدستور، رئاسة الجمهورية بقت بالانتخاب مش بالاستفتاء. هايل، دي خطوة جريئة جدا. هروح بقى أتابع من مكتبي وبعدين أرجع لك. لا 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 لا، خليكي، ما الرئيس قال خلاص. المهم إيه اللي في إيدك ده؟ ده الموضوع اللي احنا اتفقنا إن هنبدأ فيه. شكله كده هيتأجل. الحدث ده هيغطي على أي قضية والمدة طويلة. أجلي أجلي يا هند، أجلي. بالعكس، ده الحدث ده هيفجر حاجات كتير قوي ما كانش ممكن تتفجر قبل كده، ومنها الموضوع ده. أنا هبدأ الحملة فورا عن إذنك. ألو؟ أيوة يا خيرية، اعتبرته في الأستاذ جلال ولا لسه؟ ما تتفقليش بسرعة قوي كده. ما تتفقلش بالحملة؟ ما تتفقليش بربط الحملة بتاعتنا والتغيير ده. رد فعل الحملة دي هيكون أكبر دليل إن التغيير فعلا بدأ. أنا شخصيا مش هتنازل مهما كان التمن. وإحنا معاكي. وأنا جهزت الشغل، ودي أسماء من القسم عندك عشان تساعدني، جزء للبحوث وجزء لبراءات الاختراع. أنتي متأكدة إن الموضوع بتاعك هتنشر؟ قصدك موضوع أحمد التبعي؟ إن شاء الله هيتنشر بكرة. هو إحسان؟ ألو؟ أهلا يا حسين، إزايك؟ لا أنا لسه في الجرنان. لا تعبانة قوي، لا مش هقدر. إيه؟ تسافر بكرة؟ هتقعد يومين بس؟ لا قصدي يومين كتير قوي. طيب أوكي، هتوحشني، تيجي بالسلامة. الحمد لله هرتاح يومين بحلو. للدرجة دي؟ خلونا في المهم، قدرت اتصرف في مكان للدكتور رشدي. اتفضل يا دكتور. ايه ده؟ كل ده علشاني انا؟ طبعا. تعالى بقى لما افرجك على بقية الاوض. هي فيها اوض كمان؟ امال ايه يا دكتور؟ حضرتك عايز نأجر صالة من غير اوض ولا ايه؟ بس ده فوق احتياجي يا ابني. يا دكتور، ده انت قيمتك كبيرة قوي 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 عندنا. خالد. أمر يا دكتور. أنا عايز أجيب حاجتي. ما تقلقش، أنا هبعت أجيب لك كل حاجتك. وأهم حاجة صورة نهى. أيوه هي دي اللي مهم جدا. والكتب. وصورة نهى وكتب وكل اللي أنت عايزه. وهبعت لك واحد كل يوم يشوف طلباتك إيه. وأنا بقى بنفسي يا سيدي حاجة أجيب لك الجرايد كل يوم. طب والموضوع؟ موضوع نازل بكرة إن شاء الله. إحنا خلاص بدأنا المعركة. كان لازم تكون موجود في القاهرة عشان تتأكد بنفسك، عشان تعرف إن في حد بيتحرك ورانا. تحب أقرأ لك يا دكتور إحسان؟
أين العلم النافع والعلماء في أرض المحروسة؟ نبدأ رحلتنا بحث عن حقيقة البحث العلمي في مصر من خلال هذه الحكاية عن عالم، والتي تلخص لنا الصورة قبل أن نبدأ في سلسلة التحيات القادمة. يعني لسه في تحيات تانية. شوف يا سيدي، بدأ نابغا ودرس في أكبر جامعات العالم المتحضر، وقدم لمصر عددا من تلاميذه النوابغ في مجاله، فانظروا كيف كان حاله وحين حاول أن يجعل علمه في خدمة بلده. قول لي جورنال إيه بس الأول؟ دي جريدة هند. اسمه إيه الصحفي؟ أحمد التبعي. مين أحمد التبعي ده؟ طيب كمل يا ديفيد. أنا هبعت لك التحية فورا على الفاكس، بس خلاصة الموضوع ده إن صاحب الحكاية دي مجهول الهوية، بس هو في الحقيقة بروفيسور رشدي. لما تقرا بنفسك هتعرف. طبعا هو اختفى من بيته، ولسه ما وصلناش لصفوة منير. بقول لك يا إحسان، ممكن تحجز وتيجي فورا. الموضوع مكسر الدنيا من عندي. رئيس مجلس الإدارة عايزني. الموضوع قالب عليه الأوساط العلمية، أساتذة ووزراء، ده غير زمايلكم. ودول مالهم؟ عايزين يعرفوا مين أحمد التبعي اللي عامل التحقيق ده. لا حول ولا قوة إلا بالله، طلعتوني مزوب. يا منعم بيه، حكاية الاسم المستعار مش جديدة على الصحافة، لكن مهم جدا إن احنا نخلص اللي احنا بدأناه. وحضرتك بقى جايب لي الشغل ده عشان تزود بيه الدوشة كمان. لسه شوية، بس أنيسة من الصبح في مركز البحوث. طب يا أخويا روح شوف لي هند. رئيس مجلس الإدارة عايزها، الظاهر عارف إنها هي. كلام مظبوط. من غير ما نجيب سيرتك ولا تخصصك، كويس كده؟ ايوه، بس ممكن نشمه من اللي منشور ده ان انا اللي وراه. بعدين بقى يا دكتور احنا قلنا ايه؟ استنى. خير؟ افتكرت حاجه مهمه بخصوص الدكتور صفوت. لا، بخصوص عز. اخر مره زارني فيها فوق السطح قبل السفريه المشؤومه دي لقيته بيكلمني. بيكلمك في ايه؟ في المشروع اللي اتموه هما الثلاثه، صفوت وصفي. طب ما انت كنت معاهم يا دكتور في المشروع ده من الاول. كان عايز يجيب الديسك عندي. عندك؟ قلت له لا يا عز، قال لي لحد ما ارجع. انا قلقان اسيبه في السفريه دي بالذات جوه البيت. ورفضت؟ رفضت يا دكتور؟ رفضت. قلت له لا لا يا عز، انا مرصود من يوم ما رجعت، رصدني بعد ما قتلوها هناك، ولو انا مت وانت مسافر المشروع هيضيع. وبعدين؟ بعدين كان رده ايه؟ قال لي حاجه غريبه قوي. قال لي مولانا، بس انا مش فاكر اسمه. النادي؟ ايوه النادي.